قالك يا فدار خرج الدور انت والمدام عادي تجيكم ليموزين اقوى افار هل بدا تعريف وتخبز صاحبي نعرف خمسه نذيب اختار لي خمسه نوامر تمشي للمريخ جو لو جو لو دنيا رايكو جونز ما تخممش خويا اختي جي سي انفونس معنا نحنا تربح ولا صاحبي برشا فلوس عادي برشا مليل كيما تروح بدا النوس الدنيا كوتشانس انشي والعندك يزيك من السفرانس بتشانس تودك الدنيا كوتشانس انشي والعندك يزيك صاحبي من السفرانس كوتشانس Stop blinking, I'm thinking it's all over when I go out drinking Oh, making my mind slow That's why I don't with the big صحيح سيربتكم ومرحبا بكم في برنامج كوتشونس كيف العادة على قناة التاسعة بعد شقان الفطر أنا وسبيدي تو تلقنا وبرنامج كوتشونس توتال المنزل دونك باش نلوجوا على الكونديدا لازم سي سبيدي ياخذ من عندي الميكرو ويجيب لنا الكونديدا المزهر اللولاني تشيت مع المزهر اللولاني باش نمشي تشيت نشوفوا شكون تمام تمام يلا بزي بسم الله يا سيدي تشيت ايوه شكون عندي صار زعماي وينك هنت هيا متاع الانتصارات اهلا بك مرحبا شعواك لباس الحمد لله عايشك هاي تصبنا بلان سون بلان الله يبارك عايش عايش هذيك الكارت نتاعكم دونك عادي نبدا ميرسي ميرسي عايش My recital I think it's very vital to rock around that's right on top it's tricky here we go مرحبا بكم في توتال المنزه توتال vous propose la nouvelle carte Total Carte c'est une solution prépayée ou la postpayée qui vous permet de contrôler vos coûts et vos dépenses dans les stations Total c'est une carte intelligente qui vous permet aussi de contrôler كرهبتك وين موجوده وين صبت ليسونس الكارت نتاعك en temps réel تنجم تعرفها وين صبت وين ما صبتش والله قلق يا معلم لا فما حتى واحد يدور يظهر لي برامو شقال الفتره قرب وين هطم وقال ما عنديش شنو تشوفوا لنا شكون يعبر يا معلم فما حد يعبر لو دي رانا في كيسك توتال المنزل نشيف 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 هناك سيارة فخمة حديثة المرور شبيه لباس زعما نلتحني لدخلت العمر يا معلم مانيش السرير السلام عليكم سبيكر ميراك وعليكم السلام سلام يروحي يا اخوي وسلم انت شراه قدام الكرم يا ودي ماما مخري يفرك في المزارع حاب يربح صح مزروبين ليش تربح ليش تشرب هون ليش تشرب برامج على قاعده نجم نربحك 100 دينار لافاج معاهم 100 دينار في داج معاهم 100 دينار ريسونس نجم نربحك 300 دينار حوايج من عند تاتي خير شي ملاكه بون قول لي انت بالسياره هذه هذوما في درجين مش مشكل مش مشكل تعمل بيهم البلان تمشي بيهم توصل ترجع تمشي بيهم توصل ترجع اسمك ساعه محمد 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 تحب تلعب معنا سعيد الحظ سي محمد شنو عملك سي محمد الحمد لله لاباس انت الحمد لله مين جبته سيد هذا انت عكيني في عندي اللي جبته يا ودي براكيني في رمضان هذه البراكي ما عملكش عملت له لا هو جيب شي كان بقسله فوق الكهرباء صحيح هو كان نينجا نينجا نجم تعطينا كل البراكور باش يبرك يروح ويعرف روحه شي براكي من عند توتال بس حاجه معني يا زيد هلا سيد انت عليك انت ربحوه هلا توتال مش تفرح بيك على خاطرك انت جيت لهنا توتال المنزه سيدي هكا ربحت 100 دينار شفت 1000 دينار انا
100 دينار سريع 100 دينار بكربيرون الدين نشوف فيها استنى زيرو. استنى ركز ركز معي عندك 100 دينار دو كربيرون من هذا توتال و 100 دينار دو لافاج معناتها تصب ايسونس ولافاج ولافاج زوج ايه. وما انا مش قاعد نغسل ان شاء الله مبروك عليك ماكش قاعد نغسل الكلام باه نمبر تليفون اذا فيك تفرج فيها لي ميسيون نتفرج فيها باه دونك تعرف البرانسيب تاعنا من غير ما نفسر لك ندخل في صلب الموضوع ديريكت ات كومبوزي نمبر لان يقول لنا شكون هو السيد هذا ولا السيده باه شكون قول لنا شكون صاحبي هذا صاحبي صاحبك شكون غازي غازي وي يا غازي الو محمد 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 اسمعني بلا يعطيني داد نيسانس تاعك يا غازي تيتو برك تيتو برك 1986 ايه تطلبهم معناتها عندك واحد تعرف فيه في الشك مانيش حافظ برشا نوامر يعني فهمت قداش حافظ؟ يحافظ اللي حافظ راني يعني نتذكر وقاعد نعطيك في النوم باهي اختك معرسه هاك ولا معرسه انت قاعد طيب في العشاء ايش شامل عمل انا باش طيب واحد عندي دبر راسك وي ايوا صافا صافا اي اسمعني قداش دات دو نيسونس تاعك؟ ام توس كارتا باه امريكا لا اسمع اسالني سخان سلقت عليك خلنا نسمع العكاش يا عم شو يوصيني على قضية يعني نمرو مش نمرو اخ قال له اخي مستانس تكلم بوك من نوامر اخرين انت شنو يعرف صوتي يا اخي نكلمه نورمال من اي نوم شكون باش نكلمه كان وي شكون انا معروف المتباس بتاعكم وي والله حلو على الاخر به اعطيني نمر اخر نبدا اقول له واحد اخر ميمبا هذا ميمبا غير مبروش بالشبكة مقايل مقايل غير طيب قايل لك أبعث SMS على الرقم 85-68 وجاوب على سؤال واحد باش تربح 4 ملايين في آخر رمضان من إهداء توتال شكون هذا؟ بلاي واحد نقز عليك على الكهرباء ما تعملوش على عورة مش ساعات باش في رمضان شكون هذا؟ أختي أختي عاودت طلبتها؟ لا واحدة أخرى واحدة عندي برشا إيمان عندي برشا برشا كيك ألو وي وي صفاء لباسة الحمد لله أسمعني وي قداش داد نيسانس تاعك؟ شكون معايا؟ تي محمد محمد أهلا وسهلا صفاء هات نمو هات داد نيسانس تاعك إيه؟ تي حاسي بيه إيه تنقول لك واحد تيت حسي بي تيت حسي بي تي مش دوز دو اي 64 باهي اوكي تعرف ضرب تاع البار ولا باهي عندي عندك سي غازي جاب لك دات دي نيسونس 24/6/1986 ايش هذا انا فهمت يعني ترجموا لي بالعربي ابتسامة مش موجوده طيب في العشاء اوكي ديجا مقيد طيب الشوربه ديجا هذيك اجتهادات السيد سبيدي هكاك موضوع اخر عبد العزيز سي عبد العزيز اللي هو الولد تاعك زيرو نوف زيرو نوف دوز 1941 باهي محمد مقيد
مقايل مسافر لا لا مقايل إيمان عطاتك دادي نيسانس 12/02/1964 إن شاء الله أخويا بون شانس وفي كود شانس تابعونا إيش باش يصير مع سي محمد كريد اللي هو جانا أنا جيتكم براكيتوني يعني. أنت جيتنا التوتال دونك من توتال هو براكيني ولا براكيناك ومش نهزوك من توتال التاتي مش نهزوك التاتي غاديكا ومش تبقى أنت داد دينيسانس بتاع اللي داد دينيسانس هذوما اللي جبتهم الكلهم مش تشوف أنت تعمل تيراج واحد آخر كيما لنا ما غاديك مش يكون فيه تيراج شيفر شانس بتاعك انت كانك مظهر لا مش مظهر يودي برشا قالوا هكيك وطلعوا مظهرين يلا تابعونا في الدوزيام بارتي في تاتي مع سي محمد كريد اتوت كيف العادة دوزيام بارتي في تاتي معنا سي محمد كريد اللي هو ربح معنا 100 دينار كاربيرون من هدايا توتال و 100 دينار سيرفيس لافاج ولا فيدونج ولا اللي تحب عليه مبروك عليك سيدي لافاج باهي ماك مش متغش ما هو هذا راهو ما متغش ما متسالي تصرف معاه هذا الكل ما عندي ما تسالي بعض العرور انا في الكرمه ماش عاودها اعطيه الكارت نتاعو ايه خرج وورينا كيف يضرب يضرب تفضل هاي الكارتة هاكا شد عندك رجعوا لك الفلوس مش كسروها الكارتة سلام مبروك عليك سيدي محمد هز هذيك باش اكتيفيو الكارتة باهي توا مش تختار لي الرقم الحظ نتاعك يا مدير دور 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 باهي هاي تاني هذوك اش نعمل انا معناها تحل وتعمل كل شيء ينزل عليه كيك زيغو اصبر اصبر كونديدا اصبر حاجيك كونديدا اصبر بارك الله فيك ليه اصبر حاجه باهيه حاجه باهيه عندك اصبر اصبر ربحت معنا 300 دينار من هذا التاتي ان شاء الله مبروك عليك عايش عايش شو نبوس بعضنا؟ اي باسي باهي نبوس بعضنا ان شاء الله مبروك عليك عم نقول لك شنو سي غازي اللي طلبته انت قلت كلمت 3 نوامر حصلت عليهم كلمت 5 نوامر ما تحصلت على 3 نوامر كهو اللي هو سي غازي 24/06/1986 باهي مدام ابتسام اللي هي اختك قلت لي طيب في الشوربه سي عبد العزيز 09/12/1940 هذا الوالد زاد ربحك 100 دينار لازم تشري حاجه للولد اي في 09 بيان سور مدام ايمان اللي هي اختك اي ماشي طيب العشاء دونك ربحتك زاد 100 دينار ادات لي سوس تاعها 12 دابا راسك عاد شنو تصرف ما تصرف ما لازم تقول ربحوني هما اي ادات لي سوس تاعو هو اللي ربحك 12/02/1964 ان شاء الله مبروك علينا عايش عايش مسلكها معك حتى هدف انا حتى دارك خلي عندي في هذه شاريها الناس الكل السيده باهي خويا ان شاء الله مبروك عايش سي محمد هذه الكارد كاربيرون تاعك مبروك عليك و 300 دينار تاتي وينها تمشي للكاسه ومشي اقضي اطلع ثم كل شيء تسحب كل شيء موجود كل شيء كل شيء موجود كل شيء موجود ان شاء الله رمضانك مبروك باي باي شفت الكونديدا تاعنا اليوم كان مظهر برشا ما شاء الله عليه جاب 3 نوامر في تاتي وربح معنا 100 دينار من اهداء 100 دينار كاربيرون من اهداء توتال و 100 دينار سيرفيس اللي هو لافاج وفيدونج دونك هو يتصرف ان شاء الله مبروك عليه حاسين مبقانا باش نقول لكم نتقابلوا غدوه حي في نفس الوقت وفي نفس القناه انا وسبيدي في كود شانس يلا باي باي صباح الخير اختار لي 5 نوامر
نمشي للمريخ جو لو جو لو دنيا رايكو جانس ما تخممشي خويا وقتي جي سي انفانس معنا نحنا تربح ولا صاحبي برشا فلوس عادي برشا مليل كيما تروح بدل نوس الدنيا كوتشانس نجي ولعندك يزيك من السفراس تتشانس تودك الدنيا كوتشانس نجي ولعندك يزيك صاحبي من السفراس كوتشانس. ابعث SMS على الرقم 85-68 وجاوب على سؤال واحد باش تربح 4 ملايين في آخر رمضان من إهداء توتال.